أخبار المدينة في 60 ثانية. نائب أمير الشرقية يقف ميدانياً على انهيار الخبر. أمين منطقة الحدود الشمالية يتفقد عدداً من المشروعات بمدينة عرعر. المملكة تنظم أول قمة دولية للمواصفات ضمن فعاليات مجموعة العشرين. 100 مليار دولار خسائر متوقعة لحملة مقاطعة المنتجات التركية. الجيش اليمني يكسر شوكة الحوثيين في الضالع. كفاءة 3 أنظمة للعزل الحراري تضمن ترشيد الطاقة المنزلية. تابعونا يومياً.